أمنيا، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني حيثيات تسجيل مصالح أمن ولاية البليدة لوفاة شخص بأحد مقراتها. وجاء في بيان للمديرية العامة بأن المعني شخص يبلغ من العمر 35 سنة، متابع في قضية جزائية، توفي بعد تعرضه لوعكة صحية. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني بأن التحقيق مفتوح في القضية من طرف النيابة العامة التابعة لمجلس قضاء البليدة.